اهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. الوصفة تاع اليوم على بالي رايحة تعجبكم بزاف، ديزي كلاغ صالي بكريمة ولا اروع. تبعوا معايا لا غوسيت. اول حاجة نحضروا لاباتاشو اللي نحتاجو فيها 250 ملل حليب، نضيف عليه 125 غرام مارغارين. انا خيرت مارغارين سول جديده، نكهتها طبيعيه 100% وريحتها ما عندي ما نقولكم فيها. انا هنا بعد ما وزنت المارغارين تاعي رايحه نضيفها للحليب. نزيد نضيف مغرف صغيره سكر ونص مغرف صغيره ملح، نحطها على النار حتى تذوب المارغارين. بعد نضيف عليها 200 غرام فرينه، نخلطها مليح ونعاود نرجعها على النار ونخلط مليح حتى نتحصل على عجين املس وناشف. وهاو ليكم هنا العجين اللي تحصلنا عليه. رايحين نحطوه في ريسيبيون، نبردوه شويه ومن بعد نضيفوا له 4 بيضات على 4 دفوعات، وكل مره نبقاو نخلطوا حتى نتحصلوا على القوام اللي راكم تشوفوا فيه في الفيديو. من بعد نحطوه دوزيون باش ونروحوا نشكلوا لي زيكلاغ تاعنا. انا هنا لادوي اللي خدمت بها متوسطه الحجم. انا بعد ما كملت شكلت لي زيكلاغ تاعي رايحه نسوي لهم الاطراف كميه قليله من الماء، ومن بعد ندخلهم يطيبوا في فرن مسخن مسبقا على درجه 180. بعد ما طابوا لي زيكلاغ تاعي رايحه نوجد الحشو اللي نحتاج فيه صلصه الجبن اللي حطيت فيها مغرف كبيره مارغارين. وكل عاده خدمت مارغارين صول جديده بزاف بنينه، غير جربوها ورجعوا لي الخبر. هنا بعد ما حطيت المغرف تاعي تاع الزبده رايحه نخليها تذوب، من بعد نضيف لها نص مغرف كبيره فارينه ونخلطها مليح حتى تتحمص. بعد ما تحمصت الفرينه تاعي ضفت عليها نص كاس حليب ونص كاس كريم فخاش، نخلطهم مليح وكي يبدا يعقد الخليط تاعي رايحه نضيف عليه قطعه جبن طري ونبقى نخلط فيها حتى نذوب مليح. وفي المرحله هذه رايحه نضيف الملح والفلفل الكحل، نخلطهم مع باقي المكونات، وصلصه الجبن تاعنا راهي واجده. رايحين نخليوها تبرد شويه ونكملوا الحشو تاعنا. بعد ما بردت كريمه الجبن تاعي رايحه نحطها في اناء، نضيف عليها صدر دجاج بعد ما طيبته من قبل وريحته، ونزيد كميه من لاصوص الجيريان، وانتم زيدوا اي صلصه تحبوها. نخلط كامل المكونات مع بعض جيدا حتى نتحصل على القوام هذا. رايحه نحطه دون زين بوش ونروح نفارسي لي زيكلاغ تاعي. هنا كما راكم تشوفوا درت زوج ثقوب في الاسفل بواسطه سك. من بعد نفارسي لي زيكلاغ تاعي بالطريقه الموضحه في الفيديو. بعد ما كملت فارسيتهم رايحه نزينهم، وهذه هي النتيجه النهائيه كما راكم تشوفوا جاو هايلين. انا هنا زينتهم في فرماج ساندويتش وزدت عليه شويه لي غان دو بافو، وانتم زينوهم كما حبيتوا. هاد المملحه ننصحكم تجربوها في رمضان وتبدلوا شويه وتفرحوا عائلتكم. كانت هذه وصفتنا تاع اليوم، اذا عجبتكم خليوا لي رايكم في لي كومونتير. استناوني في الوصفه الجايه. صحه فطوركم ومع السلامه.